بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا في ذكر شبهات الشيعة على أهل السنة والرد على هذه الشبهات. طبعا لا يمكننا خلال هذه الجلسات أن نذكر جميع تلك الشبهات ثم نذكر الرد عليها، ولكن لعل الحديث يكون عن أهمها أو أكثرها انتشارا أو أكثرها ذكرا وما شابه ذلك من الأمور. وقبل أن ندخل في موضوع جديد، تذكرت شبهة تطرح دائما ولم نتطرق إليها، وهو الحديث الذي جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه ذكر يوم الخميس وقال ما أدراك يوم الخميس، وسماه يوم الرزية. وفي هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الحاضرين عنده، وذلك قبيل موته بأربعة أيام تقريبا، طلب من الحاضر عنده أن يأتوه بدوات ليكتب لهم كتابا لا يضل بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. فرد آخر ولم يذكر من، فقال: بل ائتوا بما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد ثالث موافقا لعمر، ثم رد رابع مخالف لعمر. فصار في البيت يعني ضوضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، لا ينبغي عند نبي التخاصم. فقاموا عنهم. ووجه الشبهة من جهتين: الجهة الأولى أنهم أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة ذلك قوله قوموا عني. الوجه الثاني قالوا اتهام عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حسبنا كتاب الله، وكأنه يعلم النبي ماذا عليه أن يفعل، خاصة أنه جاء في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري ومسلم، فقال رجل: إن رسول الله يهجر، وفي رواية أهجر، وقالوا إن القائل هو عمر، قالوا إن القائل هو عمر، أي اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجر، والهجر هو الهذيان، وهو الكلام الذي يقوله المريض إذا اشتد به مرضه بحيث لا يدري ما يخرج من رأسه. قالوا: واتهام عمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه هجر، هذا يعني طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تقريبا يعني مجمل الشبهة. أضافوا إلى ذلك شيئا، ألا وهو أنهم عرفوا ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الدواء، وقالوا: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الخلافة لعلي، أن ينص على أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرف عمر ذلك فمنع النبي من أن يعلن ذلك، يعني هذا السبب الذي دفع عمر لأن يقول إن رسول الله هجر أو يهجر، وهو الذي دفع عمر إلى أن يقول حسبنا كتاب الله، وهو الذي دفع عمر إلى منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة ما أراد. واضح الشبهة إن شاء الله تعالى. نعم، طبعا الرد على هذه الشبهة له أوجه كثيرة، ولكن نقول منها أولا أنه لم يثبت أبدا في طريق من طرق هذا الحديث أن عمر قال أن رسول الله يهجر أو أن رسول الله هجر أبدا.
وإنما فيه قال رجل. ولو كان عمر هو القائل لقال ابن عباس قال عمر كما قال في الأولى، فقال عمر حسبنا كتاب الله، إن رسول الله قد غلبه الوجع. فلو كان عمر هو القائل أيضا إن رسول الله هجر أو إن رسول الله يهجر أو أهجر، لصرح ابن عباس باسمه كما صرح باسمه في الرواية الأخرى أو في المقولة الأخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المشهورة من هذه الروايات كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وأصحها هو الاستفهام وليس القطع، يعني ليس القول إن رسول الله يهجر وإنما أهجر، أهجر. وهذا الاستفهام أيضا له وجهان. الوجه الأول أنه استفهام استنكاري، فيكون الذي قال هذا هو من طالب بإحضار الكتاب، يعني بخلاف قول عمر، لأن عمر قال حسبنا كتاب الله إن رسول الله قد غلبه الوجع، فكأن رادا عليه رد عقل أهجر، يعني هل تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غلبه الوجع أو أنه إذا اشتد به هذا الأمر أنه يقول هجرا؟ فيكون هذا ردا على عمر وليس من قول عمر، فيكون استفهاما على سبيل الاستنكار لا على سبيل الاستعلام. والاحتمال الثاني أن أهجر على سبيل الاستفهام، أهجر، ويكون القائل هنا أحد الناس الذين حضروا النبي الله صلى الله عليه وسلم وظن أن هذا المرض الذي يقع لكثير من الناس أنهم في مثل هذه الحالة أو في مثل هذا الوضع قد يهجرون، فكان يستفسر أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأولى أشهر وهي الاستفهام الاستنكاري. لكن على كل حال يبقى أن هذا القائل غير معروف ولا يجوز أن ينسب هذا إلى عمر. وإذا قال قائل ما الذي يمنع أن عمر هو الذي قال ذلك، نقول وما الذي يمنع أن عليا هو الذي قال ذلك، خاصة أن عليا باتفاق الجميع كان حاضرا. فإذا هذا الأمر الأول أو الثاني ما أدري. طيب الأمر الثالث عدوا أنتم لا بأس. طيب الآن الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له عمر هذا القول حسبنا كتاب الله إنما هو استدلالا بقول الله تبارك وتعالى أو استحضارا لقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيقول تكفي هذه الآية أن الدين قد كمل، وهو كذلك، وهذه الآية نزلت قبل هذه الحادثة، لأن هذه الآية كما هو معلوم نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر تقريبا أو يزيد في حجة الوداع، بينما هذه الحادثة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام. الأمر الرابع والخامس أن عمر رضي الله عنه إنما قال هذا رأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عصيانا، قال هذا رأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة مرضه. وكلنا يعلم حديث ابن مسعود لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقال له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم إني أوعك رجلين منكم، قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. إذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا، ولأجل هذا قال عمر ما قال رأفة وشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد يقول قائل
يعني عمر أحرص من النبي على هذا؟ فيقال مثل هذا، طبعا هذا لا يقوله إلا الشيعة الذي يطعن في عمر، وإلا لا يطعن على عمر هذا المعتزلة ولا الخوارج ولا النواصب أبدا، وإنما يعترض على عمر أو يتهم عمر بهذا هم الشيعة. نقول: فما تقولون في فعل علي في الحديبية لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم امحوه رسول الله؟ فقال: لا امحو. فقال امحو، قال: لا امحو، حتى وضع، قال له: ضع يدي عليها، فمحاها النبي بيده. فنقول: علي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنا نحن نقول كما يقولون ونسير على منهجهم في اتهام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نياتهم وتعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قلنا في علي كما يقولون في عمر، وليس الامر كذلك. نقول كذلك: ما أدراكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إيش؟ الخلافة لعلي. هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي. فدعوى أنه أراد أن يكتب الخلافة لعلي يستطيع أن يدعي مثلها غيرهم، فيقول: قال أراد أن يكتب الخلافة لأبي بكر، لعمر، لعثمان، لطلحة، للزبير، وهكذا، ولا تنتهي. أو قد يقول أحدهم: إياكم أن تستخلفوا عليا مثلا. طيب، فقضية أنه يعلم الإنسان ما يخفي النبي في قلبه أو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة لا دليل عليها. ثم نسأل سؤالا، هو سؤال مهم جدا: هل علي كان موجودا أو غير موجود معنا؟ هل علي كان موجودا أو غير موجود؟ بالإجماع كان موجودا. فإذا كان علي موجودا، نسأل السؤال الثاني: لماذا لم يأتي بالدوات ليكتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان عمر امتنع، يخرج علي ويأتي بها وانتهى الأمر. ثم نسأل سؤالا آخر: في أي الفريقين كان علي؟ في الفريق الذي وافق عمر، أو في الفريق الذي عارض عمر؟ لا سبيل إلى ذلك، بل قد جاء في مسند أحمد بطريق مرسل ولكنه صحيح الإسناد مع إرساله، أن علي رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: أكتب لك كتاب لا تضل بعده، قال علي: يا رسول الله قل أحفظ. قال: وخشيت أن تذهب نفسه قبل أن نأتيه بالدوات، فقال: قل أحفظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال ما يريد، وليس هو موضوع الخلافة الذي يدعونه. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي في من يدعي أن المقصود هو خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكتب لكم كتاب لا تضلوا بعده أبدا. جميل، هذا متى؟ قبيل وفاته. ويظهر من هذا إذا كان الآن يريد أن يكتب الكتاب الذي لا تضل بعده الأمة أبدا، أنه لم ينبه الأمة إلى هذا، وهم يقولون تمت البيعة لعلي عشرات المرات، هم يقولون في غدير خم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، قالوا تمت البيعة لعلي وبايعه جميع الصحابة، في قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي، قوله: لا يؤدي عني إلا علي. طيب، وفي أحاديث كثيرة، حديث الإنذار يوم الدار، قال: من يبايعني على أن يكون خليفتي ووصيي من بعدي؟ طيب، أنا مدينة العلم وعلي بابها، سيأتي إن شاء الله ذكرها كلها. طيب، لكن القصد كل هذه النصوص تدل على أن إيش؟ تمت البيعة لعلي من زمان. فالآن يأتي النبي يقول: أكتب لك كتاب لا تضل بعده أبدا، كأنه شيء إيش؟ شيء جديد، مع أنه يقول أصلا تم الكتاب وتمت البيعة وبيع علي، فكيف الآن يريد النبي أن يكتبه لعلي؟ كذلك
يقال الآن ضيعنا الأرقام، ها كم وصلنا؟ النقطة الثامنة. بعد الرابعة سألنا سؤالين. طيب الخامسة والسادسين تكون السابعة الآن والثامنة، على كل حال ما يضر. يقال كذلك هذا أو هذا الأمر سماه ابن عباس رزية يوم الخميس، أنه لم يكتب النبي الكتاب، لكن هذا رأي ابن عباس ولا يلزم أن يكون فعلا رزية. ابن عباس سماه رزية ويظن أن الأمر كذلك، ولا يلزم أن يكون الأمر كذلك، فهذا رأيه أنها رزية ويخالفه غيره. وإن كان ابن عباس رضي الله يرى أنه لو كتب الكتاب غيره خالفه كعمر، يرى أن الكتاب ليس بذاك يعني الأمر الواجب المتحتم، بدليل قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ثم يقال كذلك معلوم أن هذا الأمر حدث يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، إذا كان عنده الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، لأن توفي يوم الاثنين ضحى صلى الله عليه وسلم، وقد خرج إلى الناس فجرا يوم الاثنين وهم يصلون خلف أبي بكر ونظر إليهم ثم رجع صلى الله عليه وسلم. فإذا قدر، إذا قبلنا منكم أن النبي أراد أن يكتب وعمر منعه، لماذا لم يكتب من الغد؟ لماذا يكتب يوم الجمعة السبت الأحد الاثنين؟ لماذا لم يكتب؟ واضح؟ نعم. كذلك يقال هذا الأمر الذي أراد النبي أن يكتبه إما أن يكون أمرا واجبا، وإما أن يكون أمرا يعني مستحبا مكمل. فإن كان أمرا واجبا وتركه النبي صلى الله عليه وسلم فكأنكم تقولون لا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بدليل أن أمرا واجبا لم يبلغه، وهذا مخالف لقول الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فإذا كان هذا الأمر واجبا فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أمرا مستحبا فترك المستحب جائز. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنهم لن يختلفوا على أبي بكر. إذا قلنا إن الذي أراد أن يكتبه الخلافة، خاصة وقد جاء حديث آخر فيه ذكر الكتابة، لما قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب لهما كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمنا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهذا نص واضح أن النبي أراد أن يكتب لأبي بكر ثم ترك صلى الله عليه وسلم. قالوا وإنما ترك لعلمه صلى الله عليه وسلم أنهم لن يقدموا على أبي بكر أحد، وهذا الذي وقع فعلا، لم يقدم على أبي بكر أحد، ولم يكن أحد من الصحابة مطلقا يرى أنه أفضل من أبي بكر. فعلى هذا نقول إن عمر لم يتهم النبي بالهجر، بل هذا كذب، خاصة إذا علمنا أن بعض علماء الشيعة نص هكذا وهو التيجاني قال فقال عمر إن رسول الله يهجر، ونسبه إلى البخاري، وهذا كذب وزور، يدل على أنهم مفلسون ولم يتمكنوا إلا من الكذب على عمر رضي الله عنه يعني يقبل الناس دعواهم على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. في هل عنده سؤال على هذا؟ نعم. أيضا الوصية كما جاء في مسند أحمد ذكرت لكم أخير، أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، قوله أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، هل الكلام هذا يدل على أنه أمر ديني أو أمر خلاف؟ هل الكلام يصدق عليها أنه كتاب لن يضلوا بعده أبدا؟ هذا لا يدل اصلا على انه كان يريد ان يكتب للخلافه. نعم. بدليل ان يعني لو استقلب
صحيح صحيح، ممكن هذا واضح جدا، احسنتم. اي نعم. طيب هل عنده سم؟ عندهم ان الامامه من اصولهم. صحيح. فهل يقال ان هذا الاصل يؤخر الى قرب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هم يقولون ماذا؟ يقول نص النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف في اكثر من موقع، وهنا اراد ان يكتبه كتابه. ذكرتني بقضيه. نقول اذا كان الصحابه كما يقولون 120 ألف بايعوا عليا في غدير خم على أنه الخليفة، فها وغدروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون غدروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يقول ارتد الصحابة بهذا الأمر. طيب الذين غدروا بهذا بعد أن بايعوه 120 ألف، ما الذي يمنعهم إذا كتبوا كتاب أن يقطعوه؟ واضح؟ اكتب كتابا، اكتب عشرة، اكتب عشرة إذا كانوا متآمرين. نعم، فأكتب عشر بدل الكتاب، إيش اللي يقدم وإيش اللي يؤخر. ثم تعالوا نسأل سؤال، كم كان عدد الذين في البيت؟ ليس العدد كبيرا، بيت النبي صغير صلى الله، ولا لا؟ بيت النبي صغير جدا، حتى إنه كان إذا قام يصلي إيش؟ يغمز رجل عائشة حتى يسجد صلى الله عليه وسلم، وبالكاد وفى ثلاث جنائز، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر وعمر فقط. صحيح؟ نعم. وإذاك لما أراد عمر أن يدفن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة الذي كان يمرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كنت قد أثرته لنفسي، تقول عائشة، هذا المكان لا والله لأؤثرن عمر. فمعنى هذا أنه لا يوجد مكان لها أصلا، فالبيت صغير بحيث أنه يقال أن الصحابة كلهم كانوا حاضرين أو كذا، لا أبدا، لكن حضر مجموعة. نعم، حضر مجموعة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نكون يعني أتينا على هذه النقطة، وهي ما تسمى برزية يوم الخميس، رزية يوم الخميس، أو كما سماها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ننتقل للنقطة الثانية. طيب، بعد أن انتهينا من قضية الأمور المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ننتقل لمسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الشيعة يتهمون أهل السنة بتحريف القرآن. الشيعة يتهمون أهل السنة بتحريف القرآن، وذلك أن كبار علمائهم أمثال القمي علي بن إبراهيم والطبرسي، والطبرسي اللي هو حسين نور الطبرسي، والبحرانيون هاشم ويوسف وعدنان، وفرات بن إبراهيم وفرات الكوفي، نعم، ويحيى تلميذ الكركي، والمازندراني والمجلسي ونعمة الله الجزائري وغير هؤلاء كثير، والكليني، يتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك بعد وفاة النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي اعتزل علي الناس وحلف لا يضع رداءه على كتفه حتى يجمع القرآن الكريم، ثم لما جمعه أي كتابة، فلما جمعه أتى به لعمر وأبي بكر وأبي عبيدة ومن معهم، ثم أعطاهم، قال هذا كتاب الله جمعته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنظروا فيه فوجدوا فضائح القوم، يعني في هذا القرآن فضائحهم، وذلك أن الشيعة يقولون القرآن ثلاثة وأثلاث، يرون هذا عن الباقر، ثلث فينا وثلث في أعدائنا وثلث حلال وحرام، وفي رواية القرآن أربعة وأربع، ربع فينا وربع في عدونا وربع قصص وربع أحكام، لكن على كل حال المهم أنه في عدوهم، وعدوهم طبعا على قولهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما فيهم الربع وإما فيهم الثلث، وهذه فضائح القوم، فجاء علي وعرضه عليهم فوجدوا فضائح القوم. طبعا كيف نعرف فضائح القوم؟ في روايات أخرى، منها أنه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة،
قالوا ذكر فيها 70 من قريش حذفت أسماؤهم، هكذا يقولون، ذكر فيها 70 من قريش حذفت أسماؤهم، حذفها يعني أبو بكر وعمر وعثمان. وفي قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب، يقول إنما نزلت تبت يدا أبي لهب، تبت يدا عمر، تبت يدا أبي بكر، تبت يدا عائشة، تبت يدا أبي عبيدة، تبت يدا طلحة، ولكن حذفوا هذه كلها وتركوا أبا لهب إزراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتركوا عمه فقط، وإلا ذكر غير عمه كثير، لكن لم يتركوا إلا عمه احتقارا للنبي صلى الله عليه وسلم واستهانة به. فالمهم أنه لما عرضه عليهم علي رضي الله عنه ورأوه وجدوا فضائح القوم، فقالوا رده لا نريده. ثم أمروا زيد بن ثابت فقالوا له اجمع لنا القرآن واحذف منه هذه الأشياء، فجمع لهم القرآن، وهذا في عهد أبي بكر يقولون. في عهد عمر خاف عمر أن يخرج القرآن الذي عند علي، فنادى قال ائتني بالقرآن الذي عندك، وعمر يريد إحراقه، فقال علي والله لا تراه بعد اليوم. ثم أعطاه علي للحسن قبيل وفاته، والحسن أعطاه للحسين، وهكذا انتقل من إمام معصوم عندهم إلى إمام معصوم حتى وصل إلى المهدي المنتظر، فهو عنده الآن، وإذا خرج أخرج معه هذا القرآن. طبعا هذه القصة وهذه الرواية قال بها أكثر علماء الشيعة، فجاء المتأخرون من علماء الشيعة خاصة المشنة عليهم أهل السنة لقولهم بأن القرآن محرف وأن الصحابة حرفوه وأن هذا مكذب لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فدعواكم هذه أن تكذيب لله تبارك وتعالى هذا كفر شنيع وكذا. فلما رأى المتأخرون من الشيعة من علمائهم أن أهل السنة بدأوا يشنعون عليهم، بل إن عامة الشيعة لا يقبلونه مثل هذا الكلام، فحاولوا التملص من هذا القول بأمور. من هذه الأمور أنهم قالوا طيب ماشي، علماؤنا قالوا بالتحريف، حتى أنتم يا أهل السنة تقولون بالتحريف، وهذا لا شك أنه كذب على أهل السنة، هذا كذب على أهل السنة. ولكن لهم شبهة. ما هي الشبهة؟ يقولون انظروا يا معاشر أهل السنة، نحن معاشر الشيعة نقول بالتحريف صحيح، وأنتم تقولون بنسخ التلاوة، ونسخ التلاوة هو التحريف. نسخ التلاوة، ما معنى نسخ التلاوة؟ إزالة آيات، فهذا هو عين التحريف. ففي النهاية نحن متفقون على التحريف، يقولون طيب، ولكن نحن نسميه تحريفا وأنتم تسمونه نسخ تلاوة، لكن كله تحريف لكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا هنا نستطيع أن نقول هذا إقرار منهم بالتحريف أو بدعوة التحريف من علمائهم، ولكن يبقى إيش؟ لسنا وحدنا، يقولون كأنهم يقولون نعم نقول بالتحريف لكن لسنا وحدنا، أنتم معنا تقولون بالتحريف. واضح المسألة؟ نعم. فيرد على هذا القول طبعا أولا بأن أهل السنة والجماعة يصرحون بلا تردد بكفر من يقول بالتحريف، وهذا نقل أهل العلم فيه الإجماع كابن قدامة وابن تيمية وعثمان الحداد، أبي عثمان الحداد وعبد القاهر البغدادي وغيرهم، نقلوا إجماع أهل العلم على أن من قال أن القرآن فيه زيادة حرف أو نقص حرف أنه كافر خارج من الملة. بينما علماء الشيعة إن أكثروا قالوا مخطئ فقط، ولا يزيدون على قولهم مخطئ إذا قالوها. فتشدد أهل السنة من جانب وتمييع الشيعة من جانب يدلك على أن القول ليس واحدا.
وأذكر أني تكلمت مع أحدهم مرة فقلت له: ما تقول في يزيد؟ أهو كافر أو مسلم؟ فتردد قليلا فقال لي: يزيد قتل الحسين. قلت له: لا أسألك ماذا فعل، أسألك كافر أو مسلم، أجبني كافر أو مسلم. قال: يعني أنت راضي بما فعل بالحسين؟ قلت: لم أقل إني راض، ولكن سؤالي واضح، هل هو كافر عندك أو مسلم؟ فبعد تردد وكان معه صاحبه، قام صاحبه وتكلم عنه أيضا هو معمم، فقال: كافر. فقلت: لماذا كافر؟ قال: عجيب. قلت: نعم عجيب، لماذا كافر؟ ما الفعل الذي فعله لأجله حكمت عليه بأنه كافر؟ قال: يعني قتل الحسين عندك شيء يسير؟ قلت: كفر لأنه قتل الحسين؟ قال: نعم. قلت: لماذا الذي يقتل الحسين يكون كافرا؟ ما الدليل على الذي يقتل الحسين يكون كافرا؟ هل هذا خاص بالحسين؟ أو كل من قتل مسلما يكون كافرا؟ أو أن هذا خاص بالحسين؟ قال: يعني الحسين عندك بسيط؟ قلت: لم أقل ذلك، لكن هل كفر يزيد لأنه قتل الحسين؟ هل هذا هو سبب كفره؟ وما الدليل على أن قاتل الحسين يكون كافرا؟ قال: هذا الحسين ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أعلم، لكن ما الدليل على أن قاتله يكون كافرا؟ فسكت. قلت له: أنا أعرف الدليل. قال: ما هو؟ قلت: حديث الثقلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ثقلين، والحسين من الثقل، فلذلك قاتله يكون كافرا، صحيح؟ قال: نعم صحيح. قلت: طيب، الذي أعرفه أنهما ثقلان. قال: نعم. قلت: ولكنهما ثقل أكبر وثقل أصغر. قال: نعم. وتضايق قليلا لأنه كأنه علم ماذا أريد. فقلت له: وأظن أن الثقل الأكبر هو القرآن الكريم. قال: نعم. قلت: والحسين ليس هو الثقل الأصغر، ولكنه أحد أفراد الثقل الأصغر، لأن الثقل الأصغر أهل البيت. قال: نعم. قلت: الذي يقتل فردا من الثقل الأصغر يكون كافرا، فما بالك بالذي يطعن بالثقل الأكبر كله، هل يكون كافرا أو مسلما؟ قال: ماذا تقصد؟ قلت له: الكليني والمجلسي والجزائري والعياشي وفرات ويحيى ويوسف البحراني وعدنان البحراني والمازندراني ويوسف وهاشم البحراني كل وعلي بن إبراهيم القومي، كل هؤلاء يقولون بالتحريف، وكل هؤلاء طعنوا بالثقل الأكبر، هؤلاء عندك كفار أو مسلمون؟ قال: شوف، هؤلاء اجتهدوا وأخطأ. قلت: يزيد اجتهد وأخطأ، لماذا تعتذر لهؤلاء مع أنهم طعنوا في الثقل الأكبر، ولا تعتذر ليزيد مع أنه طعن بفرد من الثقل الأصغر؟ يزيد طعن بفرد من الثقل الأصغر فلا تقبل منه صرفا ولا عدلا، وهؤلاء طعنوا بالثقل الأكبر كله وتعتذر لهم. قل: يزيد رضي الله عنه أخطأ كما أخطأ المازندراني وهذا. فقال لي: شوف، أنا الآن مشغول، سأذهب وأتيك وقت آخر نكمل نقاشنا إن شاء الله تعالى. فالقصد أنه يظهر لك أنهم يدافعون عن القائلين بالتحريف جدا، مما يدلك على أنهم يقولون بالتحريف ولكنهم يخفون ذلك، وهذا الأظهر، أن جل علماء الشيعة يقولون بالتحريف، وهذا الذي اختاره الشيخ حسين الظهير رحمه الله تعالى، أن كل علماء الشيعة بلا استثناء يقولون بالتحريف، لكنهم بين مصرح ومخفي.
لهذا الأمر، لأنهم في النهاية جميعهم يثنون على القائلين بالتحريف ولا يطعنون عليهم. إذا كان الأمر كذلك، إذن قلنا الدليل على أن أهل السنة لا يقولون بالتحريف أنهم يكفرونه من قال بالتحريف. ولو كان أهل السنة يقولون بالتحريف لكن يسمونه نسخا، طيب لما كفروا من قال بالتحريف، لدافعوا عنهم كما يدافع عنهم الشيعة. واضح المسألة الغير واضح؟ جميل. شيء الثاني، قالوا نحن نقول بالتحريف وأنتم تقولون بالنسخ، والنسخ والتحريف شيء واحد. نقول كذبتم، لا نوافق على هذا، لأن النسخ من الله والتحريف من البشر. النسخ من الله والتحريف من البشر. نحن عندما نقول بالنسخ لا نقول الصحابة نسخوا كما تقولون أنتم الصحابة حرفوا، نحن نقول الله نسخ. واضح؟ حتى الرسول لا ينسخ صلى الله عليه وسلم، رسول مبلغ، وإنما الذي ينسخ هو الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال في كتاب العيد: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والله تبارك وتعالى قال: وإذا بدلنا آية مكان آية. والله سبحانه وتعالى قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فنحن عندما نقول بالنسخ نقول الله ينسخ، بينما أنتم تقولون إيش؟ الصحابة حرفوا، وشتان بين الأمرين. وهنا قضية مهمة جدا انتبهوا لها. عندما تناقشون الشيعة خاصة في هذه القضية، قضية تحريف القرآن، دائما يأتون بأقوال من لا يقولون بالتحريف ويجعلونها هي العمدة، وهم أربعة مشهورون: أبو علي الطبرسي صاحب التفسير، والطوسي صاحب التهذيب، والمرتضى واللي هو صاحب نهج البلاغة مع أخيه الرضي، والمفيد أو الصدوق. طيب، أن الصدوق يذكر أحيانا هنا أحيانا هنا، والمفيد كذلك يذكر أحيانا هنا أحيانا هنا. فيذكرون هؤلاء الأربعة، طيب، ويقولون هؤلاء لا يقولون بالتحريف، وبعضهم يزيد عليهم المفيد، وبعضهم يجعل المفيد بدل الصدوق. طيب، لكن على كل حال يذكرون هؤلاء أنهم لا يقولون بالتحريف، وبناء عليه أن الشيعة لا يقولون بالتحريف، وهذا كذب. وعليك أن تتنبه إلى أمرين اثنين. الأمر الأول ألا وهو أن جميع هؤلاء الذين لا يقولون بالتحريف يقولون بنسخ التلاوة موافقة لأهل السنة. كل الذين لا يقولون بالتحريف من علماء الشيعة يقولون بنسخ التلاوة. فيلزم هذا ماذا؟ أن يتهمهم الشيعة بالتحريف، لأنهم يتهمون أهل السنة بنسخ التلاوة ويقول هو التحريف. ولستم معي؟ كيف؟ واضح المسألة؟ الآن يعني عندما يقولون السنة يقولون بالتحريف بدليل أنهم يقولون بنسخ التلاوة، نقول طيب أنتم عندما تقول نحن لا نقول بالتحريف تستدلون بقول من؟ يذكرون الطوسي والطبرسي والمفيد والصدوق والمرتضى. طيب، ثم يقولون أنتم أهل السنة تقولون بالتحريف بدليل أنكم تقولون بنسخ التلاوة كما قالها الخوئي وغيره. نقول طيب يا أخوي، أنت تقول أهل السنة يقولون بالتحريف؟ قال نعم. أين قالوا هذا؟ قال كلهم يقولون بنسخ التلاوة، إذن هم يقولون بالتحريف. قلنا طيب، الصدوق والمفيد والطبرسي والطوسي والمرتضى كلهم يقولون بنسخ التلاوة، فهل تتهمهم بالتحريف؟ صرح أنه لا يقولون بالتحريف. لا يصرحون. وهذا على إيش؟ أتناقض القضية. النقطة الثانية المهمة جدا، وهي نحن نسألهم سؤالا: دينكم عندما تعيبون على أهل السنة تقول تأخذون دينكم عن غير المعصومين، يقول لأهل السنة تأخذون عن أي بكر وعمر وأبي هريرة وعائشة وأحمد ومالك والشافعي وغيرهم، هؤلاء غير معصومين، بينما هم يقول عن أنفسهم نحن نأخذ ديننا
من المعصومين كعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر والصادق والكاظم والرضا، واضح ولا لا؟ واضح. ولذلك يقولون نحن ديننا أثبت لأنه عن المعصومين. نقول ما بالكم هنا تركتم المعصومين وذهبتم إلى غير المعصومين؟ لماذا في هذه المثل تأخذون من قول الطوسي والطبرسي والمفيد والصدوق والمرتضى، بينما جميع رواياتكم عن المعصومين تقول بالتحريف؟ لا يستطيعون أن ينقلوا رواية واحدة عن معصوم من معصوميهم أنه يقول بعدم التحريف، بينما المخالفون لهم من الشيعة الذين يصرحون ويصلعون ويقولون أن القرآن محرف ينقلون قريبا من 2000 رواية عن المعصومين أن القرآن محرف. فنقول لهم أنتم من تتبعون؟ تتبعون المعصومين أو غير المعصومين؟ لماذا في هذا المسجد تركتم المعصومين وذهبتم إلى غير المعصومين؟ واضح الأمر؟ جيد. إذن دعوة أن نسخ التلاوة هو التحريف يلزم منه ماذا؟ أن يتهموا من يحتجون بقولهم على عدم التحريف، أن يتهمهم إيش؟ أن يتهمهم بالتحريف، يلزمهم ذلك. نعم؟ أو أن أهل السنة غير محرف، إذا قالنا أولئك غير محرفين لابد أن يكونوا يقولوا أيضا أن أهل السنة أيضا غير محرفين. الحكم واحد، لا يصير فيه تشهي في الحكم. ثم كذلك نقول النسخ أمر شرعي، وكما قلنا قريبا النسخ من الله والتحريف من البشر. نسأل الآن سؤال، طبعا النسخ كما هم من ثلاثة أنواع: نسخ حكم، نسخ تلاوة، نسخ تلاوة وحكم. هم لا يوافقون على نسخ التلاوة أو التلاوة والحكم، هم يقولون نسخ فقط للأحكام، ما في نسخ للتلاوة، وبالتالي ما في نسخ التلاوة والحكم. طيب، فيقول نسخ يكون الأحكام، نعم نوافق على هذا. فنقول هذا تحكم، الله لما ذكر النسخ لم يفصل نسخ تلاوة أو نسخ حكم، ذكر النسخ مطلقا. واضح؟ نعم. فإذا هو نسخ تلاوة ونسخ حكم، وأما أن تخصصوه بالتلاوة دون الحكم هذا تحكم لا دليل عليه، هذا أمر. أمر الثاني وهو أين التوراة والإنجيل اليوم؟ موجودة محرفة. طيب، هل تقرأ أو نسخت تلاوتها؟ نسخت تلاوتها، فما الذي يمنع أن ينسخ شيء من القرآن؟ كلها كلام الله ولا لا؟ التوراة كلام الله والإنجيل كلام، بل كل الكتب السماوية كلام الله سبحانه وتعالى، فلا فرق بين القرآن والتوراة والإنجيل والصحف والزبور أبدا وغيرها من الكتب التي لم تذكر، كلها كلام الله. أين هي؟ نسخت، نسخت تلاوتها ونسخت بعض أحكامها ولا لا؟ ليست كل الأحكام نسخت ولا لا؟ في أحكام مشتركة قطعا، لكن الذي نسخ من تلاوة هذه الكتب، معي أنتم؟ طيب، ما الذي يمنع أن ينسخ من القرآن شيء أيضا؟ واضح؟ جميل. طبعا هم يقولون كيف يعني القرآن متواتر ولا ينسخ المتواتر إلا متواتر. طيب، أين الآيات المتواترة التي نسخت الآيات التي ليست موجودة الآن التي نسخت تلاوتها لا توجد في القرآن الكريم؟ واضح؟ نقول أصلا كيف عرفتم أن هذا هو القرآن الكريم إلا بعد أن جمع متواترا؟ لم يعلن أن هذا هو القرآن الكريم إلا بعد أن جمع متواترا. فنقول هذه الموجودة هي الناسخة وليست المنسوخة، فالقرآن الكريم الموجود حاليا هو الناسخ وليس المنسوخ. ولأجل ذلك كما سيأتي النقطة القادمة الآن، لما أمر عثمان بتحريق المصاحف لأن بعض المصاحف فيها المنسوخ، فأمر عثمان بحرقه أنه ليس متواترا، لأنه إيش؟ ليس متواترا، لم يتواتر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح إن شاء الله تعالى؟ جيد. إذن نقول النسخ من الله والتحريف من البشر، عندما يقول أهل السنة بنسخ التلاوة مصداقا لما وقع للكتب السماوية
السابقة مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية ما كان آية أو ما ننسخ من آية أو يمحو الله ما يشاء ويثبت، أو ما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث، كما تعلمون أنه كان فيما نزل من القرآن الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة في حديث عمر رضي الله عنه. فعلى كل حال نقول النسخ ثابت، النسخ ثابت، وكل علماء الشيعة الذين لا يقولون بالتحريف يقولون بالنسخ. طيب، إذن هذا بالنسبة للنسخ وهو الإزالة. طيب، عند أهل السنة والجماعة، فأهل السنة يقولون بالنسخ ولا يقولون بالتحريف، بل يكفرون من يقول بالتحريف. ونحن نطالبهم، نطالب الشيعة، نقول لهم: قولوا بتكفير من يقول بالتحريف. فلا يقولون. ثم يقول: أنتم أهل السنة تقولون بالتحريف لأنكم تقولون بالنسخ. قلنا: ممتاز، قولوا بكفر من يقول بالنسخ، يلا كفرونا. أنتم تقولون النسخ والتحريف، صح ولا لا؟ طيب خلاص، قولوا أن من يقول بالنسخ فهو كافر. لا يقولون، لا يقولون من يقول بالنسخ فهو كافر. لماذا؟ سيكفرون أصحابهم، سيكفرون أصحابهم. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم، إذن هذا إشكالهم على قضية نسخ التلاوة والقول بالتحريف عند علماء الشيعة. أحد عنده سؤال على هذا؟ نعم. ما قصة الكتاب المؤلف في المسألة؟ كتاب تحريف فصل الخطاب. فصل الخطاب ما قصة يعني هو فعلا حقيقة؟ لا، الكتاب حقيقة، وإن شاء الله نأتيكم بنسخة تطلعون عليه، موجود عندي نسخة منه. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنور الطبرسي. لا، كتاب حقيقة وموجود ومطبوع. الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل. أين؟ يعني حسين نور الطبرسي. من الكتب الثمانية المعتمدة. إيه، مستدرك الوسائل من الكتب الثمانية المعتمدة. يعني ما وش نكر هذا؟ لا لا، أبداً أبداً أبداً، من كبارهم. هذا من كبارهم. ولذلك عندما يقال لهم: طيب كفروا هذا على الأقل، يعني فقط يعني الذي ألف كتابا وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، بل في الكتاب نفسه يقول: ومن الأدلة على تحريف القرآن أنك تجد فيه بعض الآيات في غاية الفصاحة بينما البلاغة، بينما تجد الآيات في غاية السخافة والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه زنديق الذي يقول مثل هذا الكلام، لكن يعظم للأسف عندهم. نعم. لكن سمعنا بهذا ومن ضمن أنه مع سورة من سورة الولاية. نعم. أو بهذا المعنى. هذا جانب. الجانب الثاني عندما ننظر الى الأخيرة من الدولة تتبنى هذا المذهب، لكنها في طباعة يعني مصحف. تكرر طباعة المصحف. جميل جميل. نعم. والمسابقات القرآنية التي تفرجها. جميل. ممتاز ممتاز. هم هكذا يحتجون. يقول: كيف تتهموننا بالتحريف؟ ثم تعال إلى بيوتنا وقرانا ومدارسنا وحكوماتنا، ما عندنا إلا هذا المصحف الذي عندكم. حتى إن بعضهم يقول: ما عندي إلا مصحف ملك فهد. طيب، فلماذا تتهموننا بالتحريف؟ نقول: نحن لا نتهم عامة الناس، نحن نتهم علماءهم. هذا الأمر الأول. طيب، الأمر الثاني، نقول: نعم، لا يمكنهم أن يخرجوا شيئا، لأنهم إذا أخرجوا شيئا فضحوا. إيه، إذا أخرجوا كتابا وقالوا هذا كتاب الله الحقيقي فضحوا، لا سيظهر الفرق بينه وبين كتاب الله. وإذا كان عمالقة اللغة والبيان والبلاغة قريش وشعراء العرب الذين أوتوا الفصاحة والهذا عجزوا عن يأتون، هؤلاء الأعاجم الآن يأتون بقرآن مثله، سيفضحونه، سيفضحون. نعم، ولذلك هم أخرجوا كما ذكرت سورة النورين وسورة الولاية، فيها أخطاء في النحو، كلها صفحة واحدة، صفحة واحدة وأخطاء في النحو. لا، أنت كان على البلاغة، في النحو
أخطاء في النحو وتراكيب تافهة جدا، آتيكم بها تشوفونها إن شاء الله تعالى. طيب، فإذا كان هذا في كما نقول سورة تعب عليها، فكيف يخرجون مصحفا كاملا؟ سيفضحون. وذلك هم لا يدعون أنه عندهم، هم يقول عندنا، يقول عند المهدي. نعم نعم، يقول عند المهدي الموجود، يقولون هذا ثلث القرآن والباقي وهما ثلثا القرآن عند المهدي المنتظر، إذا خرج يخرجه معه. فنحن الآن ما عندنا إلا الذي عندكم، لذلك هم الآن يقولون نحن نقر بهذا لأنهم لا يملكون الثاني، لكن يؤمنون به. هذا الكلام، أنهم يؤمنون أن هناك قرآنا آخر، وأن هذا القرآن هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أين؟ أليس هذا تناقض مع أنهم أخرجوا صورة الولاية؟ ومن أين أخرجوها إذن؟ هذا بعض يعني المتعصبين فيهم، أو بعض الذين لا يردون على أحد، أو بعض الذين أعلنوا كفرهم، طيب أخرجوا ذلك، مثل النور الطبرسي وغيره. يعني هم ليسوا سواء، هناك منهم من يستخدم التقية ويرى أنه يجب طمس هذه الأشياء وأنها تكتم وكذا، وبعضهم يقول لماذا نتكلم بما نعتقد. وذاك يوسف البحراني تكلم بها صراحة، وكل هؤلاء الذين تكلموا صراحة أيام الدولة الصفوية، لأن صرحوا بهذا الكفر، لأن كانت لهم إيش قوة، كيوسف البحراني ومحمد صالح المازندراني والمجلسي ونعمة الله الجزائري، كل هؤلاء أيام الدولة الصفوية الذين أعلنوا هذا الكفر. طيب، لأنهم لا يخافون من أحد في ذلك الوقت، كان دولتهم قوية وكانت تنافس الدولة العثمانية، وبينها وبينهم قتال وعهود وغير ذلك من أمور. فلذلك هم كانوا يقولون بهذا، أحيانا يصرحون. وذاك يوسف البحراني ماذا قال؟ قال إذا كنا نعتقد أن الصحابة كفار، كيف نثق بقرآن نقله الصحابة؟ أشكال هكذا يقولها، وكلامهم منطقي منطقي، ينادي أصحابه قومه، يقول يا قوم نحن نعتقد أن الصحابة كفار، ثم نأتي ونعتمد قرآن نقله الصحابة، أين عقولكم؟ يقول لهم هكذا، يقول لهم هكذا، أين عقولكم؟ نحن نقول الصحابة كفار، كيف نعتمد قرآنا نقلته هؤلاء؟ واضح؟ نعم. فالقصد أنه يخرج بعضهم ممن لا يحابي ولا يجامل ولا كذا، ويعلن كفره صراحة، مثل اليوم الآن، اليوم الآن الشيرازية بشكل عام، الشيرازية هؤلاء التقية عندهم أقل من الأصولية، يعني الشيرازية أصولية، لكن القصد يعني الشيرازية بالذات يصرحون بالكفر والزندقة والسب واللعن، ما عندهم فيها مشكلة أبدا، بخلاف الآخرين من أتباع مقلدي الخامنئي وال محمد حسين فضل الله والخوئي والسيستاني وغيرهم من الأصوليين، لا يصرحون، يستخدمون التقية غاية في العمق، فهم يتفاوتون في هذا على كل حال. إيه نعم، تفضل. سمعت الشيخ بعض الآيات التي يذكرونها أن في قرآننا أنهم حفظوا آيات الله أمرك أن تبدأ البقرة، يقولون التفسير يقولون المراد بها عائشة. هذا التفسير، هذا التحريف في التفسير، هذا في التفسير، لكن أحيانا تأتي في الألفاظ، في الألفاظ. يعني مثلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول هكذا بهذا، لم تنزل هكذا، وإنما نزلت كنتم خير أئمة. طيب هكذا، كنتم خير أئمة وليس أمة، فهكذا يطعنون في اللفظ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول، إلى الله والرسول والأئمة. أرسل، فيقول هناك تحريف، يقول كيف يأمر بطاعتهم ثم لا يأمر برد إليهم؟ فهم يصرحون، ها أنت الذي ذكرت الآن أنه تذبح بقرة، قال بقرة عايش، هذا من تحريف التفسير. لا 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 لا، ليس موضوعنا عقائد الشيعة،
وإن موضوعنا شبهات شيعة لأهل السنة، وهو أنهم يقول لأهل السنة أنتم تقولون بالتحريف لأنكم تقولون بالنسخ. فنحن نقول أبدا، نحن نقول بالنسخ ولا نقول بالتحريف، بل نقول بكفر من يقول بالتحريف. كم الساعة؟ 10 الآن. طيب تفضل. مصحف فاطمة، نعم، مصحف فاطمة أيضا ينقسمون فيه إلى قسمين، قسم علماء الشيعة الذين يصرحون بالتحريف ويجهرون به ويعلنون ذلك صراحة، هؤلاء يقولون نعم مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا، وهو مصحف حقيقي وهو الذي عند المهدي، وإذا خرج المهدي أخرجه معه. بينما الذين يستخدمون التقية ويخفون الحقيقة فلا، يقول مصحف فاطمة عبارة عن صحف كتبتها فاطمة وليس قرآنا، وإنما مثل صحيفة مثل الجريدة مثل هذا، وإنما فيها أخبار وأمور غيبية ستقع أخبرها بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرها بها الملك الذي نزل عليها، فيقول هو ليس قرآنا وإنما هي صحيفة فيها أخبار وحكم وأحكام، أما قرآن ليست من القرآن في شيء. وطالما أن هذا الدين موضوع، طيب، فلذلك انظروا إلى هذه الرواية وهي المشهورة فيها ذكر مصحف فاطمة، يقول وعندنا مصحف فاطمة مثل قرآنكم هذا 3 مرات، ثم يقول والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، ثم بعد ذلك يأتون بآيات محرفة يقول وهكذا هي مثبتة في مصحف فاطمة. شوف التناقض، واضح؟ يعني إما أن يقال هنا ما فيه من قرآنك حرف، لذلك بعضهم يستدل ما فيه من قرآنك حرف وأنه ليس قرآنا، ثم لما يستدل الآخرون عليهم الذين يقولون بالتحريف يقول هذا يقول موجود في مصحف فاطمة، هكذا هو مثبت في مصحف فاطمة، يأتون بالآية على وجه التحريف. طيب كنتم خيرا، إما يقول هكذا هي في مصحف فاطمة، نزلت هكذا في مصحف فاطمة، طيب يقول لهم. والسبب في هذا أن هذا الحديث وضعه شخص في إيران، وهذا الحديث وضعه شخص في العراق، وهذا الحديث وضعه شخص في الشام، أو الشام ما فيها يمكن شيعة، وهذا الحديث وضعه شخص في غيرها من البلاد، طيب، فلذلك اجتمع في زماننا هذا كل هذا الركام من هذه الرواية، وظهر التناقض بينها. بينما في السابق لا يظهر هذا التناقض، لأن هذا يكتب في إيران في منطقة، في إيران هذا في منطقة ثانية، وهذا في العراق، وهذا في مكة، وهذا في مصر، وهذا في مصر الشام، وهذا في أي بلاد، طيب، في الإحساء وغيرها، وهم في زمانها لما جمعت هذه الرواية وجدت إيش التضارب والتناقض بينها، فلا يمكن الجمع بينها أبدا. نعم، هل عنده شيء؟ طيب نعطيكم فرصة ترتاحون، وبعد ربع ساعة سأل تعالى نكمل.